الدور والرجال أراهم كاللؤلؤ المنسور. فهيا بنا أيها الجمع الحضور معالي المستشار محمد بيك حماد رئيس محكمة جنايات القاهرة، أسأل الله ألا أسقط بين يديه أبدا، وأسأل الله له الحكمة والعدل وأن يكون كذلك. أيها الإخوة الكرام، أشكر لكم جميعا، والعاقبة عندكم جميعا بإذن الله تعالى. فلقد علمنا نبينا المصطفى فقال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: مجالس العلم. وقال صلى الله عليه وسلم: اطلبوا العلم المهدي الى الحق. وقال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنة. وكذلك قال نبينا الحبيب: العلماء ورثة الانبياء. قال صلى الله عليه وسلم: من اتاه الله بابا من العلم فهو يعلمه للناس كان له ثواب 70 صديقا. بعدما استمعنا لسورة النور، يتفضل استاذنا الدكتور السعيد محمد علي الذي شرف الحضور، يحدثنا بما علمه الله رب العالمين من ايات كتاب الله النور وسنة نبينا المصطفى النور كما ذكره رب العالمين. استاذنا الدكتور السعيد محمد علي، مستأذنا من جميع السادة العلماء ومدير الادارات ومفتشي اوقاف الشرقية والقليوبية من شرفونا، استأذن حضراتكم جميعا كلمة لأستاذنا الدكتور السعيد محمد علي يحدثنا عن آيات خير كتاب بعدما توقفت دخانة الكباب وأصبح الجو شيئا جميلا ومهاب. يتفضل ليحدثنا من سنة نبينا المصطفى الأواب الأستاذ الدكتور السعيد محمد علي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فبارك الله في الداعي الحق مجدي سعدون وأبنائه الأعزاء وأهل عائلة سعدون وأهل هذا البلد الكريم، ورحم الله الحاج مصطفى سعدون والحاج صلاح سعدون، ورحم الله الحاج عبد العزيز معروف، والد العريس، رحم الله الأكابر، ورضي الله عن الخلف والأصاغر ومن أتى بعد. الله نسأل أن يفتح لنا ولكم أبواب الفضل والمدد، وأن يرزقنا وإياكم حسن الخلافة في الأرض. ربما أمر على غير العادة أن نرى أفراحا
يدعى فيها كبار القراء والمبتهلين، لكن عايز أقول ربما دي تكون حاجة غريبة عندنا، بس الناس اللي عايشة في أرض وعلى أرض الصعيد لا تقام أفراحهم إلا على هذا النحو الطيب المبارك. ليس في أيامنا هذه، بل ولا من قبل 10 سنوات ولا حتى ربع أو نصف قرن، الآباء والأجداد على أرض الصعيد لا تقام أفراحهم إلا على هذه الصورة المثلى، تقرأ آيات القرآن وتروى أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، ويبتهل المبتهل ويمدح المادح، وتعم السعادة كل أبناء القرية أو البلدة لأجل هذا العرس. ولو عدنا إلى القديم لوجدنا أن الأفراح في العهد النبوي وما تلاه لا يخرج عن هذه الصورة، لم يكن فيه صورة الصخب والطبل والزمر إلى حد الصراخ، إلى حد أن يصاب الإنسان بنوع من الملل السمعي، لا سيما في هذا الزمان. لو دخل أحدكم قاعة يتحدى نفسه أن يجلس فيها 10 دقائق، يتحدى نفسه أن يطول به المقام من شدة ما يضرب من آلات اللهو، لا أقول الطرب فهذا ليس من الطرب في شيء، بل من آلات اللهو التي تؤثر على سمع الإنسان وأثرت بالفعل على الذوق العام. حتى لو جاء إلينا الآن من يطربنا حقا فنان لقلنا إنه لا يعرف شيئا، لا يستطيع أن يجذب الناس. لماذا؟ لأن فنان العصر أفسد الذوق العام. لذلك أقول حي الله الحج مجدي سعدون على هذه الفكرة الطيبة، وليتها تتكرر وأظن أن الناس الذين يشاركون في هذه الأفراح على استعداد تام لإحياء أمثال هذه الليالي بالقرآن الكريم وبالطرب وبالمدح والابتهالات الدينية إلى غير ذلك. في الحقيقة لا أريد أن تكون كلمة كالمعتاد، لكن حابب أقول من باب المشاركة فقط، احنا محتاجين نرجع شوية او شويتين، حبة او حبتين، عشان ناخد من عالم البركة.
لأن احنا الحقيقة الزمن طغى علينا لدرجة انه نحن عايشين عالم مادي بكل ما تعنيه الكلمة، لدرجة لما بنيجي ندور على المعاني بين المباني بنلاقيها نادرة. لا، احنا محتاجين تكون المباني اكتر من المعاني. يعني ايه المعاني؟ يعني المعنى اللي انا بقول لكم عليه ده اللي هو ايه؟ البركة. طب البركة دي هتيجي منين وتيجي ازاي؟ اقول لكم مثلا على سبيل المثال فقط، سيدنا الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام قال في المهر على سبيل المثال: أقلهن مهرا أكثرهن بركة. شوفوا احنا محتاجين نتحدى نفسنا ازاي. زمان والدي ووالدك وجدي وجدك كان المهر قليل جدا، بس كانت البركة كتيرة وكبيرة جدا جدا جدا. اي والله كان المهر قليل قوي، بس كانت البركة ما شاء الله، كل لحظة فيها بركة، كل لقمة فيها بركة، كل شبر في البيت فيه بركة، نرزق بالمال والبنين فيه بركة. احنا محتاجين العالم ده، عالم البركة، نجيبه ازاي؟ شوفوا الشاعر قال بيتين من الشعر: الرغيف عيش، رغيف عيش واحد تأكله في زاوية، وكوز ماء بارد أو إناء، وكوز ماء بارد تشربه من ساقية، وزوجة مطيعة عينك عنها راضية، وطفلة صغيرة محفوفة بالعافية، هي خير من الدنيا، هي خير من الدنيا وهي لعمري كافية. الأبيات دي قالت إيه؟ اللي سمعني كويس، رغيف عيش وكوز مية وزوجة مطيعة وطفلة صغيرة، بس ما قالش عندهم قد ايه ولا كام. لا 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 لا، احنا النهاردة بنعيش في آية من آيات ربنا: ألهاكم التكاثر، والتكاثر بطبيعته يلهي. ما ارجع كده وحضرتك معايا لواحدة كانت عايزة تتجوز على عهد سيدنا النبي اسمها ايه؟ أم طلحة. عايزة تتجوز، عايز واحد يتجوزها كان اسمه أبو سليم. أبو سليم ده كان لسه ما أسلمش. تقوم الست الكريمة الفاضلة أم طلحة دي تقول له إيه؟ سمعونا الصلاة على النبي. تقوم الست أم طلحة تقول له: والله لإسلامك أحب إلي من المهر، ما يمنعني منك أن أكون زوجا لك إلا أنك مشرك وأنا مسلمة، فإن تسلم فذاك مهري. شوفوا الكلام البسيط،
الراجل شال الست عايز يتجوز أم طلحة، بسيطة أوي يعني، لو أنا أسلمت تتجوزيني، أنا أطلب دون مهر. فأسلم أبو سليم وتزوج من السيدة إيه؟ أم طلحة. هذا مما يدل على أن الناس الكبار، كبار العقول وكبار القلوب، ما كانوش بيبصوا للحاجات البسيطة، لا كانوا بيبصوا للمعاني مش المباني. يا ريت يا ريت نربي ولادنا الجدعان، ونربي ولادنا البنات يا أبناء يا أولياء الأمور، ربوا أبناءكم وبناتكم على مكارم الأخلاق. وهقول لكل شاب بيفكر، أنا سألت نفسي سؤال وبطرحه على حضراتكم، هل سيدنا النبي فكر كالشباب في الزواج؟ لو واحد قال لا، أقول له وجبت الإجابة بتاعتك دي منين؟ النبي كان إنسان، وطالما إنسان يبقى أكيد بيفكر، وطالما بيفكر يبقى لازم بيختار. أيوة، سيدنا النبي فكر في الزواج ككل الشباب، لكن مش أي الشباب. أمال إيه؟ سيدنا النبي فكر في الارتباط بزوجة، الارتباط بزوجة، لكن على نحو يرضي الله ورسوله ويحقق المنفعة والمصلحة في العاجل والآجل لهذا المجتمع. كانت مين؟ كانت مين؟ كانت السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاه، كانت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاه، كانت وكانت وكانت. طبعا كلهم ملأوا هذا البيت النبوي سرورا وسعادة بإيه؟ بحسن القياد من سيدنا ومولانا رسول الله. جه القياد ازاي؟ ان يتعرف الزوج والزوجة على الغاية من هذا الزواج. بصوا الآية وهي كافية، بسم الله الرحمن الرحيم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. الغاية من الزواج، لو الغاية دي الهدف ده ملى دماغ الست كزوجة وملى دماغ العريس كزوج، والله تبقى الحياة من أسعد ما يكون. ليه؟ لأن هم بصوا للغاية من الزواج من منطلق قرآني إلهي رباني. وأكيد ربنا لما شرع الزواج لم يشرعه إلا للإسعاد، قال لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، وجعل بينكم مودة ورحمة. كنت مرة بسجل أمسية مع في الجيزة، فقرأ القارئ آية: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها إلى آخر الآية. فقمت أشرح هذه الآية فتذكرت إزاي الزوجة تكون سكن في الشتاء، وإزاي الزوجة تكون سكن في الصيف،
وازاي الزوجة تكون سكن لما يكون الزوج فرحان ومبسوط وربنا مهنيه؟ وازاي الزوجة تكون سكن لما يكون الزوج مش مرتاح او فقير او ما او تمر به ضائقة؟ ازاي يتغير معنى السكن في الزوجة للزوج من وقت لآخر؟ يا سلام لو فكرت الزوجة، ومش هتتعب على فكرة، والله ما هتتعب، بس هي تفكر وتقول يا رب إني أكون سكن لزوجي على أي نحو. هتحقق السعادة لزوجها على أي حال، كان غني فقير، فرحان مبسوط زعلان غضبان، هتحقق له السعادة. وجعل بينكم مودة وإيه ورحمة. يروح سيدنا النبي يقول تزوجوا قال الولود الأول ولا الودود؟ شوف قال الودود الأول. يا سلام يا سلام، عشان تعرف التناغم بين الآية والحديث، قال تزوجوا الودود، تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. يا ريتنا نربي أولادنا زي ما قلنا على الغاية من الزواج كأسلوب من أهم أساليب إدخال السرور وحلول السعادة في البيوت المسلمة. الله أسأل أن يبارك في العروسين والزوجين، وأن يبارك في الحج مجدي سعدون وأهله، وأن يبارك في آل معروف، وأن يبارك في جميع الحاضرين، وأن يبلغنا وإياكم رضاه، إنه نعم المولى ونعم النصير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرحبا بعمنا الشيخ محمد، فضل سيدي، فضلته سيدي، مرحب يا سيدي. سيدنا الشيخ محمد أبو سريع، تفضل يا سيدي كي تمتعنا، عقبال عندك وعند السيد الكبير المذيع سيدي عبد الوهاب، سيدي مصطفى عبد الوهاب رضي الله عنه. هكذا علمنا شيخنا الدكتور السعيد محمد علي بما أفاض الله عليه من تفسير قوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، وعلمنا من سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في ليلة عرس أستاذتنا أمل، أمل مجدي سعدون، نعم العروس لزوجها العريس بإذن الله تعالى أستاذ محمد عبد العزيز معروف. أشكر للجميع باسم السيد العمدة وباسم الأسرة الكريمة، وهيا بنا بعد تحيتنا للجميع.